السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أتحدث عن ارتفاعات الأدوار في البنى السكنية. أول شيء الذي يتحكم بارتفاعات الأدوار أو ارتفاعات الصالات أو الغرف هو نوعية التكييف وأيضا أبعاد الغرف. فنفترض أن عند فيلا مساحتها مثلا أو مساحة الصالات أو الغرف والممرات 4x6 أو مثلا 7x4.5، راح يكون الارتفاع 3.80 متر إلى 3.70 متر. يروح منهم 40 إلى 50 سنتي إلى 60 جبس وتكييف دكتات، وأيضا 10 سنتي تشطيب يصفى لنا 3.20 متر إلى 3.10 متر، هذا يعتبر كافي. بالنسبة للدور الأول غالبا ما تكون الغرف ما هي زي مساحة الصالة تحت والمجالس، راح تكون تقريبا من 6 إلى 4، مثلا 6 في 4 أو مثلا 3.5 في 5. فلنفترض راح يكون الارتفاع من 3.40 متر إلى 3.60 متر. ليش؟ لأنه دائما ما يستخدم التكييف لذو الاسبليت العادي هذا قطعتين. أيضا أنا ما أحتاج ارتفاع في غرف النوم، ما أحتاج أن تكون شيء مرتفع. أيضا نسبة الارتفاع يكون مناسب إلى أبعاد الغرف أو الصالات في الدور الأول. بالنسبة للملاحق العلوية تكون قليلة الاستخدام، غالبا ما تستخدم، لذلك يستحسن أن يكون الارتفاع 3.30 متر إلى 3.40 متر. يروح منهم تقريبا من 30 إلى 20 جبس مع 10 تشطيب تحت، يصبح لك الارتفاع 3 متر 2.90 متر، يعتبر ممتاز جدا. وشكرا.